الصناعات الهندسية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في كل بلد يسعى لتحقيق تنمية شاملة مستدامة في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ومن هذه الرسالة والرؤية انطلقت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في سوريا بشركاتها 11 بعملها الدؤوب الهادف إلى توفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار في مجال الصناعات الهندسية، وذلك من خلال تحسين أداء الشركات التابعة للمؤسسة وزيادة معدلات التنفيذ للخطط الإنتاجية لهذه الشركات وتأمين احتياجات كافة المواطنين في مجال الصناعات الهندسية من خلال إقامة مشاريع جديدة تخدم هذا الغرض. وقد جاءت زيارة السيد الرئيس للشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في اللاذقية يوم الخميس الماضي لتؤكد على عمق الدور المحوري لمؤسسة الصناعات الهندسية وشركاتها في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة وتأمين مستلزمات هذه العملية التنموية من حوامل طاقة وحديد بناء وكابلات كهربائية ومستلزمات الطاقة المتجددة والبديلة وغيرها من الصناعات الهندسية. وللحديث عن آليات تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بما يوائم احتياجات المشاريع الكبرى التنموية واحتياجات مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله نعمة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك يا سيدتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل.